السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم في فيديو جديد زي ما وعدتكم كل أسبوع فيديو. النهاردة إن شاء الله في خبر كويس للناس اللي هي متابعة معايا طريقة زيادة متابعين التوك آسف التيك توك، زيادة متابعين التيك توك. بشكر كل الناس اللي دعمتني وعملت لايك على الفيديوهات، ووعدتكم إن أنا هنزل فيديو جديد النهاردة إن شاء الله. عملت لكم وانا عامله من 3 4 ايام، وفي ناس دخلت اللي هو جروب لزيادة المتابعين. الجروب ده هنتجمع فيه وهنقول يعني اللي محتاج دعم، مثلا محتاج دعم مشاهدات، هندخل ندعمك مشاهدات. بتمنى الجروب ده يوصل ل100 واحد علشان ندعم بعض، ويبقى فيه يعني لو حضرتك محتاج تفاعل، محتاج مشاهدات، محتاج لايكات، الجروب ده ان شاء الله هتلاقي فيه كل حاجة، وهتلاقي فيه طرق حصرية ازاي تطلع اكسبلور، ازاي تزود المتابعين، ازاي تزود اللايكات. هسيب لكم لينك الجروب ان شاء الله اسفل الفيديو. هروح للناس اللي اول مرة بتتفرج عليا. طريقة زيادة المتابعين على التيك توك، اول حاجة هتعمل سيرش، هتفتح التيك توك كده. الطريقة والله يا جماعة في ناس مجرباها، ولو مش مصدقين هتشوف الكومنتات الناس اللي جربت الطريقة ودعمتني والطريقة اشتغلت معاهم وشكرتني. اول حاجة بس عشان ما اطولش عليكم، هتعمل سيرش على احمد لوكا، تمام؟ هتلاقوا اهو اللي عليه طيار. في ناس عملت اكونت فيك باسمي، مش مشكلة، بس هو الاكونت عليه 33,000 متابع، اللي هو ده اللي بكلمكم منه ده. هتدخل الاكونت ده، اول ما هتدخل الاكونت هتفتح الناس اللي انا بتابعهم كام، 40 واحد. كل اللي بنفذ الطريقة انا بتابعه، انتوا عارفين الاسلوب بتاعي وانا بعمل ايه عشان اتابع الناس. هتتابع ال40 واحد، تمام؟ وهنزل فيديو اقول لكم الناس اللي جاية. الفيديو بيبقى كده، الناس اللي جاية من اليوتيوب اللي نفذت الطريقة. لو ما نفذتش الطريقة مش هتابعك، يعني انت لو ما تابعتش الناس انا مش هتابعك ومش هيجيلك متابعين. فحضرتك نفذت الطريقة هيجيلك متابعين، ما نفذتش الطريقة مش هيجيلك حاجة، وما تعبش نفسك. اهم حاجة تكون جاي من اليوتيوب واتفرجت على الفيديو وعملت لايك وعملت كومنت، تمام؟ بعد ما هتتابع الناس دي وتعمل لايك على الفيديو وتعمل كومنت، الكومنت هيكون كلمة السر احمد لوكا انا جاي من اليوتيوب كده. اللي مش هيكتب احمد لوكا انا جاي من اليوتيوب مش هتابعه، عشان كده انا هعرف ان انت مش جاي من اليوتيوب. كلمة السر هتكون ايه؟ احمد لوكا انا جاي من اليوتيوب، تمام؟ انا هعمل فيديو دلوقتي وهنزله على التيك توك عشان تعلق عليه، تمام؟ كده وصلنا ايه اخر، تمام؟ حضرتك عملت كده وانا تابعتك هيجيلك متابعين. هتروح تنزل اسفل الفيديو هتلاقي لينك الجروب بتاع الواتس بتاع زيادة المتابعين، هتدوس على اللينك هتلاقي نفسك دخلت الجروب. واي استفسار واي حاجة جديدة هنزلها في الجروب، تمام؟ كده حضرتك ان شاء الله ضمنت كل يوم هيجيلك 100 متابع، يعني اقل حاجة 100 متابع. وقال يعني كل ما الناس هتزود في الطريقة وحضرتك تعمل كومنت يشجع الناس هيجيلك متابعين، تمام؟ اخر حاجة بقى، عشان انا لما يعني حضرتك تقول لي النتيجة، حضرتك انت ما تابعتنيش، لا حضرتك عملت الطريقة دي انا ما تابعتكش ليه؟ لان انت ما اديتنيش اللينك بتاعك. هتنزل على الكومنتات هنا، هتنزل على الكومنتات، ركزوا معايا، هتعمل نسخ للاكونت اهو، نسخ الرابط اهو بتاع الاكونت بتاعك، تمام؟ يعني بس هقول لك انت بتنسخ الاكونت كده اهو. الاكونت بتاعي هتدوس على ال3 نقط دول، تمام؟ وهتدوس مشاركة الملف التعريف وتعمل نسخ كده. حضرتك نسخت الاكونت بتاعك وتحطه في كومنت على اليوتيوب، تمام؟ كده ان شاء الله 100% هيجي لك متابعين. اتأخرت عليك في الرد، هتدخل على الجروب بزيادة المتابعين على الواتس، وكلنا بنتجمع عليه، احنا بقينا 100 واحد، تمام؟ هتدخل تقول لي يا احمد تابعني،
بعد ما تبعت لي الرابط بتاعك لينك الاكونت هدخل اتابعك وهيجي لك متابعين. اهم حاجة بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتدعموني. اسم القناة احمد لوكا، ثانية بس هجيب لكم لينك القناة. القناة اسمها أحمد لوكا بالعربي، ممكن تكتبها بالإنجليش. لو أنت أول مرة بتتفرج عليا تعمل لي لايك وكومنت واشتراك للقناة عشان يصلك كل الفيديوهات. ما تنسوش الخطوات اللي قلتها عليها وإن شاء الله هيجيلك متابعين. وأي استفسار اعمل لي كومنت وهسيب لكم لينك الانستجرام. لو عايز لو أنا تأخرت عليك برضو ممكن تكلمني عليه. وأي استفسار كلموني الانستجرام وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع. ولو عايز تنضم للجروب هسيب لكم اللينك، وهسيب لكم لينك الرابط اللي انا اتكلمت عليها كلها اسفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، ربنا يوفقكم، السلام عليكم.